كان بيقول لك عاوز تهده هات له جده، النهارده هاتي جده. شوي الذهب والالماز على الفحم، شايفين منظر الفراخ الشيش؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عاوز بقى تجهيزات يعني العزومات حبيبي، وجبات المطاعم بقى العاليه قوي اللي بتشوفها في الاماكن اللي هي التوب تلاقيها عند ايه؟ عند حاتي جده. حاتي جده عنوانه سهل وما يتوهش. حاتي جده لو داخل سوق العمارنة من شارع ترقة السواحل امام فيلا الحاج مصطفى عبشايفي، وقاعد منور اهو في البراندة اهو اهو اهو. يا حاج مصطفى اهو هو مش سامعنا. اديله صوت اهو. يا حاج مصطفى ايوه. العزومة عندك النهاردة. ايوه قدام فيلا الحاج مصطفى عبشافه مباشرة هتلاقي حاتي جده. الاكلات بقى اللي من الاخر بجد، روايح المشويات اللي تفتح النفس، تجهيزات بقى. بص 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 الوجبات بقى الجامدة، بص التجهيزات، بص التجهيزات. احنا عاوزين نشوف التجهيزات دي على الطبيعة كده. عديني يا حمد، بسم الله ما شاء الله. مش عارفين الشبكه جوه هتعمل ايه؟ دي وجبات دي ولا ايه؟ اه يا حاج دي وجبات، دي بسم الله ما شاء الله وجبات. يعني دي وجبه الفرد هتطلع؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اكيد مش في الورق. لا ليه يا عم مش في الورق؟ احسن ناس في الورق. طبعا. لا 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 لا. هو احنا كده بنقلل بس كده كتير على الفرد يعني؟ لا ما احنا الوريه عندنا اللي نعرفهم كده اكيله. طبعا احنا عاوزين نخش لكم جوه، عاوزين المنيو نرفعه النهارده، هنرفعه في التعليقات، هنرفع لكم المنيو في التعليقات. العنوان حبيبي يا عمده كل سنه طيب، مدخل سوق العمارنه امام فيلا الحاج مصطفى عبد الشافي، حاتي جده. وارقام التليفونات مكتوبه في شرح اللايف فوق، ارقام التليفونات مكتوبه في شرح اللايف فوق. وكل سنه وكل ام طيبه، كل لايف هنطلع نقول لكل امهات مصر كل سنه وانتم طيبين. ده افطار وفي نفس الوقت حفله بمناسبه عيد الام. اللهم صل على النبي. دي واخده فراخ وكفته وبطاطس صوابع ورز بسمتي وايه تاني؟ ولحمه شرايح، ولحمه شرايح. يا سلام لو تجيب الوجبات دي بره، هنا بره على الفرش هنا. انا نفسي اوريكم المنظر، بس احنا هتطلع لنا وجبه منهم بعد ما تتفنش. يا روايح يا روايح يا روايح المشويات، تعالوا تعالوا قبل ما يطلع لنا ويجهز. بصوا منظر الفراخ الشيش يا جماعه، هو اللون الذهبي ده بقى بيبقى ايه؟ بقول له لون الفراخ ده ايه؟ قال لي رباني رباني. اللهم صل على النبي. المنيو يا جماعه هنحطه في شرح الفيديو، في شرح التعليقات. ريحه الفراخ جوعتني خلتني اتلخبط خالص. ينفع نشوف شكل الوجبه كده يا جماعه مع بعض؟ دي وجبه سبيشال، العميل هو اللي طالبها بالشكل ده وبالمواصفات دي. اللهم صل على النبي. فراخ افضل طبعا يا جماعه. حاتي جده في الوراق، لو جاي من شارع ترعه السواحل، لو جاي من شارع السوق على نص الشارع من بره حلواني مكه، وامام فيلا مين؟ الحاج مصطفى عبشافي.
اشهى المأكولات المشوية بلدي 100%، كفتة، شرايح، فراخ، كباب، عاوز اي حاجة في المشويات هتلاقيها هنا بسم الله ما شاء الله. وعاوز اقول لكم حاجة، شوفوا تعليقات الناس واراء الناس وهم اللي يحكموا. بسم الله ما شاء الله.